فعاليات مهرجان العالمين لا تنتهي، كل يوم فعالية جديدة، والفعالية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي مسرحية السندباد، واللي هتبدأ أول عروضها بكرة الخميس 8 أغسطس لحد 10 أغسطس. مسرحية السندباد طبعا بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض، ومن بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز والنجمة طبعا نيلي كريم وعدد كبير جدا من نجوم الكوميديا. طبعا مسرحية السندباد من تأليف مؤلفين شابين مهمين جدا، وهم محمود نبيل ومحمد زيزو، اللي هنتكلم دلوقتي بالتفصيل منهم عن مسرحية السندباد. مساء الخير عليكم، منورنا. محمد زيزو، خلينا نتكلم عن بداية التحضيرات لمسرحية السندباد وفكرة وجود مسرحية داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانية، بدأت معكم ازاي ومع مين؟ احنا الاول يعني قررنا ان احنا نعمل مسرحية اسمها السندباد، قعدنا نبحث شوية، انا عايزين كنا عايزين نعمل اسطورة عربية، حد يكون بطل مصري يعني هو اللي يعملها، والحمد لله توفقنا في كده، وكانت اول مرة تتعرض كان في موسم الرياض. قعدنا مع استاذ احمد الجندي بعد ما سمع الفكرة، وقعدنا كذا قعدة شغل يعني ظبطنا العرض لحد ما طلع الحمد لله في موسم الرياض. بعد ما نجح في موسم الرياض عيدنا تاني في جدة، بعد جدة رحنا جولة المملكة في أبها، والحمد لله بعد النجاح الكبير للعرض عرضنا جينا العالمين يعني الحمد لله بعد النجاح بتاع السعودية. محمود، عايز أتكلم عن ليه تحديدا السندباد، وهل كان في فكرة تانية كان موجودة أو أفكار تانية موجودة وتم تطويرها إلى أن جاءت السندباد؟ هو لا، الفكره كانت من اول السندباد، عشان يعني فكره التراث ان احنا ناخد حاجه من التراث العربي نفسه، فكنا حريصين على الحواديت بقى بتاعتنا، فكان الاختيار طبعا من نصيب السندباد، عشان هو من اكتر الشخصيات اللي يعني اللي ما اتعملتش على المسرح كتير بالنسبه لينا احنا من الجنب بتاعنا كمصري يعني، فاشتغلنا على السندباد وازاي نخلي الموضوع هنا. فمن هنا مع التفكير مع الشغل مع استاذ احمد الجندي يعني لحد ما وصلنا لفكره ان احنا نبدا بالشاب بتاعنا المصري اللي هو الشاب الاصيل المصري عمر ابو الهول، اللي بيروح بقى وبنشوف ازاي بيبقى السندباد، ازاي بيسافر بالزمن وبيتحول ان هو بيبقى السندباد. محمود، عايزين نتكلم برضو انت ومحمد عن فكره السندباد. هل انت دلوقتي بتقول ان هي حقبه زمنيه وفيها خيال شويه، هل ليها علاقه بألف ليله وليله يا محمد؟ لا مش قوي يعني، هو احنا بس عملنا حاجة كده، مش عايز احرق لكم المسرحية يعني، بس هو زي ما محمود قال ان احنا بنبتدي هنا في عصرنا عادي في مصر، شخصية اسمها عمر ابو الهول بيحصل له حاجة ما يعني، بيقع في مقبرة بالصدفة، بيلاقي سلسلة سحرية بيحاول يعني يظبطها او يعمل كده، فبيترجعه لعصر السندباد. من اول ما بيرجع بقى عصر السندباد بيبتدي يعرف الشبه اللي ما بينه وما بين السندباد، وازاي يستغل فكره الشبه دي وان هو عايش ان هو السندباد، لحد ما يلاقي طريقه يرجع بيها تاني. ده في احداث كتير قوي، مش عايز احرق بقى يعني، كفايه اللي انا قلته. طب محمود، انت لسه كنت بتتكلم عن فكره عملكم مع مخرج كبير زي احمد الجندي، خلينا نتكلم التعامل ازاي مع المخرج الكبير احمد الجندي، وكانت التفاصيل والكواليس ما بينكم كانت عامله ازاي؟ يعني لا، طول الوقت في الشغل تحس ان هو يعني معاك اخ كبير يعني، فما هو دايما محتوينا ودايما يعني بيسمع وبنتناقش ونفكر مع بعض، حتى لو يعني هو اقترح حاجه مثلا احنا عندنا معاها مشكله كان دايما بيسمع لوجهه النظر اللي هو عشان ايه والله طب ما في كذا يعني ما بيننا دايما، ان هو برضو زي ما نبيل قال اخ كبير، وهو يعني قامه كبيره طبعا في الاخراج وفي التاليف، واستفدنا منه جدا على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني كمان. لو هنتكلم بقى عن وجودكم انتوا الاثنين، اثنين مؤلفين لعمل مسرحي واحد، ازاي كان بيتم التنسيق ما بينكم علشان تمشوا على نفس الخط الدرامي ما بينكم انتوا الاثنين؟ لا يعني نفس الفكره، احنا بنقعد نتناقش ونفكر ونتخانق عادي ونتخانق وبتاع لحد ما نستقر على حاجه، ولو في حد ما يعني كده كده بنفضل نزن يعني. تكتبوا الكلام المسرحيه والسيناريو والحوار مع بعض؟ طبعا في مناقشه ما بيننا يعني كتيم، لازم سواء انا عندي فكره او هو عنده فكره بنطرحها، طب ده احسن، طب بلاش ده، طب تعالى نطوره، طب تعالى نشوف مثلا في ايه ينفع تاني يعني، كان دايما الحمد لله في نقاش. التحضير لمسرحيه وعمل كبير زي السندباد خد منكم قد ايه وقت؟ اوفر اول حوالي سنتين. سنتين كتير قوي. من اول ما كانت فكره بقى خلاص في البدايه بدانا نفكر في الموضوع لحد ما الفكره اتطورت خلاص، عملنا لها شكل بقى، وبقى يعني في تتابع للحدوته، ثم بقى مرحله الكتابه، ثم التعديلات، ثم البروفات، لحد ما يعني من اول ما فكرنا في الموضوع لحد ما خلاص العرض هيطلع سنتين. سنتين كتابه. طيب
في بدء بقى العرض نفسه، تعاملكم ازاي مع نجوم كبار زي كريم عبد العزيز، نيلي كريم، مصطفى خاطر، ويزو، وكتير قوي من نجوم الكوميديا، ازاي بقى بتتعاملوا معاهم في الكواليس؟ والله احنا الاول يعني كنا حاطين، اول ما قلنا يعني هنعمل السندباد كنا حاطين في دماغنا استاذ كريم طبعا، اللي هو يعني هو قال لي حد يعمل السندباد، وكان بالنسبه لنا تحدي كبير ان هو كمان استاذ كريم بقاله 22 سنه ما عملش مسرح، كان اخر حاجه كانت حكيم عيون، فكان بالنسبه لنا تحدي، بس الحمد لله كرم من عند ربنا حصل يعني لما عرفنا كمان ان هو خلاص استاذ كريم. وبعد كده استاذه نيلي واستاذ بيومي استاذ مصطفى خاطر استاذ ويزو، يعني التجميع الحمد لله كانت حلوه قوي، والكواليس كمان احلى واحلى يعني الحمد لله، وشغلهم مع بعض هو التركيبه. واستاذ احمد الجندي يعني في ميزه كده حلوه جدا على سواء الميديا او المسرح او السينما عموما، هو الكرو بتاعه دايما بيحبوا بعضه يعني، سواء اخراج تمثيل اي كرو كله بيبقى فيه ما بينهم زي روح كده، كانهم عيله بالظبط. بس النجوم الكبار بيبقى دايما ليهم تفاصيل معينه، هل كانوا بيقعدوا يتكلموا معاكم في التفاصيل دي؟ طب نحط حاجه مثلا، نزود حاجه، ولا انتوا كمؤلفين انتوا كان الكلمه الاولى والاخيره ليكم؟ يعني كده كده كان في نقاش بيحصل برضه مع استاذ جندي في ايه الحاجات اللي تتظبط، ايه شكل الحاجات اللي احنا عايزينها، وبصراحه لا هم يعني تمام جدا، وكمان اللي هو التعديلات اللي هم بيطلبوها بتبقى مفيده للعمل ككل يعني، هو برضو الاساتذه مش يعني بس مش بيبص على دوره بس، بالعكس بيبص على كل الادوار، فايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، طب ما ممكن نعمل كده، فدايما احنا يعني بنتطور بسببهم اكيد وبسبب ارائهم كمان. في عمل جديد بتفكروا فيه الايام دي؟ يعني في لا في كذا حاجه يعني، مش عايزين نحرق برضو عشان دلوقتي ما تقولوش دلوقتي، بس قول لنا. لا اكيد في لقاءات كتير مش بس تاني، مش هنقول دلوقتي يعني. كم عمل بتفكروا فيه؟ ايه حوالي يعني ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات بقى، وهن يعني مش بس مسرح يعني، وبقول في السينما يعني ان شاء الله باذن الله في حاجات قريب يعني باذن الله، بس يعني هنعلن عنها في وقتها باذن الله. بتمنى لكم كل التوفيق. محمد زيزو ومحمود نبيل مؤلفين العرض المسرحي السندباد، واللي هيتم عرضه اولى عروضه بكره على مسرح الخيمه داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانيه من بكره لحد 10 اغسطس ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. فعالياتنا لسه مستمرة، وأكيد أنا معاكم لحظة بلحظة لتغطية فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية.